رأيي على مدينة اللطامنة مساء يوم الأربعاء 29/2/2012، وهذه قذيفة دبابة من نوع متفجر. قذيفة دبابة من نوع متفجر، هذه القذيفة. هنا تم دمار أحد المحلات، هذه الأضرار التي ألحقت بهذا المنزل. وهناك منازل لا يقبل الأهالي بتصويرها حرصا وخوفا على حياتهم. هنا تم تدمير الزجاج من قوة الارتداد. إذا أن صاحب هذا المنزل ليس من الناشطين، قصف عشوائي. هذه القذيفة، قذيفة من نوع متفجر، لم تنفجر بالكامل. هذه على مدينة اللطامنة يوم الأربعاء 29/2/2012. هذه إصلاحات بشار الأسد، ويلعن روحك يا حافظ، ويلعن أبو اللي